يعني الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، هذا السؤال؟ نعم. في الصحيح يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهروا بالبسملة. نعم. أمني حديث مربوط، حديث مربوط سيدنا كريم أنس رضي الله تعالى عنه لازل أنا أنس غنى فزوجي ديالنا الصلاة خارج نريو من المصحف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أنس غنى الصلاة خارج الحنان صلى الله عليه وسلم من الصلاة خارج أبو بكر من الصلاة خارج عمر للناس يسمون ولا شيء يسبقون تنينو ناهين أني تمنان شيرو ولا بدون شيرو نمر بسم الله زنيا أم فيو أعظ ألواني سماح في سورة الفاتحة أمريني فطونا خلو بنا صلاة مبفيورين زي المغرب سنشان لكي فتر يوزن الحديث مربوط جا زي أن تجاب الآنس. نعم، لكن هذا يقول أنا لا أعرف شيئا، والإمام مثلا عندنا الشافعي يقول بالجهر بالبسملة. كروتكم مش لغاية زان، وشو تزان سمعنا قال الآن، وتيب نجوى زان بارا نسيول ما نقال الآن فيه، فكوسة زان مهيدة أمني مسكين، زي نوبة الصلاة، منارك المدحاب بكم بنار الإمام الشافعي، ويوم أنا بسم الله يمكي ومول. إذا كان هذا الكلام ثابت عن الإمام الشافعي وأنت تأخذ بأقوال الشافعي في كل شيء، هذا صحيح لا إشكال عندك. ترى هو شكا ما عم نتقول يوفن في تيار الإمام الشافعي يسدي ما مشكي ما بسيب منان وشو زمان كان سيديز فيز نانا ويزه ترى هو شكا ما عم نيتين الإمام الشافعي يوم يانا وزن نانا ويزه فلوه نتاد فعلان تمني ما بحب الإمام الشافعي رسلا سنو تمني فبنا الإمام الشافعي سيبوا بيا أرامو فبنا الإمام الشافعي. لكن إذا اتضحت عندنا السنة الواجب أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو قول إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله. سير فقوس رؤوس كيف ما زارن سيد السنة بتين بمناني صلى الله عليه وسلم وبيقطع سيد ما نعرف ليه بمنان ألوه تين الإمام الشافعي سير زي ما قال لي حافظ الإمام الشافعي ولا فما هي تدلو تين بمنان ما زارن إن قالوا تين هو رحمه الله تين بمنان زي حافظ الإمام الشافعي زي. نحب الإمام الشافعي والله. سكنا بارا والله سكنا بارا ما كثير عن الإمام الشافعي. وهو إمام. يزدي إمام هذا سكسار. ولا نقبل أن يتكلم فيه أحد من الناس. علي سكيت سكيت في مشهور رأيك زلمة من أراد سلاس زلمة الإمام الشافعي زلمة سمعني تزان سكنا. لكن إذا خالف قول الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله يقول خذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كلا وسكتين إذن إمام الشافعي إذن مفروض إذن لتين تبعنا صلى الله عليه وسلم إمام الشافعي مثل نقوله إن قام نارو تينكو رئيس نارو تينكو الناس صلى الله عليه وسلم. هناك في هذه الأيام من يكذب على الأئمة. ما تلك نظرا من بنت فرس كذو يقول لما فعاد الإمام لين شافعي رسم تارين. يقول هذا قول الشافعي وفي الحقيقة ليس بقول الإمام الشافعي. أساسا يقول الشافعي يقول زو زنة المعلم سينة الشافعي يقول إذا بدل. ثم هذا إذا كان هذا يأخذ بقول الشافعي وهذا مثلا يأخذ بقول الإمام مالك هذا لا يوجب التنازع والتفرق بيننا. فقوس النبارة نروسك بسنا ما نريز مدناك لفقنا الإمام الشافعي تن الإمام الشافعي بسرقوز نغالا تن الإمام مالك سنتو هيد زنرو زي نبارة سنتيك ويل عن فياد يسيك فقوس النهير زي سنتو سن مدرسة نارا زن سيك ويري كتب مدرسة الإمام الشافعي ويري كتب مدرسة أبو حليفة فسما فياد يدابة زي. نعم.